تبتسم اشتباكات هذا اليوم الصباح منذ التي بدأت منذ فجر هذا اليوم بالانتشار أو بالتوسع رقعتها بالإضافة إلى حدتها وقوتها واستخدام المدفعية الثقيلة بشكل كبير بالإضافة إلى بعض الطلعات الجوية التي تنفذها قوات الجيش السوداني. في هذا الصباح الباكر نفذت المدفعية المنطلقة من قاعدة وادي سيدنا العسكرية عدة قذائف تجاه تمركزات قوات الدعم السريع في وسط أم درمان، حيث محيط الإذاعة والتلفزيون والقريبة من جسر شمبات، هذا الجسر الذي يعد امداد رئيس لقوات الدعم السريع. أيضا وجهت بعض القذائف صوب أرض المعسكرات ومحيط المدينة الرياضية، حيث تتواجد هناك مقار لقوات الدعم السريع. قال شهود عيان أن القذائف هناك سقطت في أرجاء متفرقة، بالإضافة إلى حدوث انفجارات وتصاعد بأعمدة الدخان. أيضا في وسط بحري وجهت المدفعية التابعة للجيش السوداني قذائف تجاه مراكز لقوات الدعم السريع، فيما ردت أيضا قوات الدعم السريع من منصاتها المنصوبة في شرق الخرطوم على أماكن في سلاح الإشارة، هذا السلاح الذي يقع في منطقة بحري. أيضا نفذ الطيران السوداني عدة غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق الجريف شرق وحلة كوكو والحاج يوسف، هذه المناطق التي تقع شرق النيل شرقي الخرطوم. إذا هذا الصباح كانت العمليات العسكرية ممتدة وواسعة وشملت عدة جبهات قتالية، بالإضافة إلى جبهة قتالية جديدة فتحت هذا الصباح في منطقة المقرن، هذه المنطقة التي هي مكان لاقتران النيل الأزرق مع النيل الأبيض، والتي شهدت قبل أيام عدة انفجارات في أبراج كبيرة منها. هذه ربما هي خارطة الاشتباكات الآن التي نستمع إليها الآن، وبحسب الكثير من المصادر التي تحدثت إلينا وشهود العيان، هذه الاشتباكات لا تزال مستمرة. نحن نستمع الآن إلى دوي انفجارات عنيفة من مكاننا في الخرطوم هنا، طيب بالإضافة إلى قصف مدفعي. طيب ولكن محمد إبراهيم، مع اتساع رقعة هذا القصف وتلك الاشتباكات، هل هناك حديث عن أي خسائر بشرية أو مادية؟ نعم حسين، غالبية هذه الاشتباكات ربما هي تجري في مناطق كانت خلال وقت سابق مناطق مدنية وسكنية، ولكن غالبية هذه الاشتباكات ربما تدور في مناطق خرج منها السكان، خاصة في المناطق التي تقع في وسط الخرطوم. وسط الخرطوم ربما أن أحياء بكاملها قد خرجت منذ بداية الحرب بسبب اشتداد المعارك ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أن المقار المدنية والمؤسسات الحكومية وكل المدارس الجامعات وغيرها التي تتواجد في وسط الخرطوم هي الآن تحولت بأمتها إلى أماكن مع إلى أماكن عمليات عسكرية مفتوحة ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. لكن ربما أن في الولايات وبخاصة في المحور الدارفوري يتأثر المدنيون بشكل كبير، خاصة في مدينة نيالا ومدينة الأبيض في شمال كردفان ومدينة الفاشر عاصمة ولاية طيب شمال دارفور، هذه المدن. نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم.